تكلمنا شويه على طريقه التنميه ديال الرياضه في المغرب. كيمكن كتعرفوا كاين دابا الان واحد اللجنه كتعمل بالنسبه للنموذج الجديد للتنميه في المغرب. كنظن هاد اللجنه اللي كلفها سيدنا باش تعطينا افكار جديده وتبتكر لنا افكار باش يمكن المغرب يتقدم وياخذ واحد الطريق اللي هي كتجعل تنمية كتكون في فائدات لفائدات المغاربة كلهم. فكنظن هذه خرج منها نتائج مهمة، واللي أنا شخصيا كيبان لي أن التكوين ديالها اللي هو تكوين متنوع وفيه ومختلف وكيجمع تخصصات متنوعة ومتكاملة بدون شك غيتخرج لنا أفكار جيدة. لماذا؟ لأن أولا المغرب خص يكون عنده واحد الطريقة ديال التنمية اللي هي منسجمة مع الشرائح الاجتماعية اللي فيه اللي كتكونوا، وهاد الشرائح الاجتماعية خصنا ندرسوها ونعرفوها الحاجيات ديالها ونشوفوا كيف يمكن لنا نلبيو هاد الحاجيات ديالها، لا من ناحية الاجتماعية ولا من ناحية الاقتصادية ولا من ناحية الرياضية ولا من ناحية الفنية ولا من ناحية الثقافية إلى آخره. فإذا هاد النموذج خصو ياخذ بعين الاعتبار كل هاد الجوانب، هالجوانب كلها متكاملة وكلها كتهدف باش أنه المغربي في بلاده كيشعر بواحد الاطمئنان. أولا الاستقرار هو كاين الحمد لله، كيبقى دابا الاطمئنان الذاتي ديال الأشخاص، وكيبقى كذلك أن هاد التنمية يشاركوا فيها كل المغاربة، يعني يستفدوا منها ويشاركوا فيها، يشاركوا فيها كفاعلين يعني اجتماعيين مهمين جدا ضروريين، وكيستافدوا منها من الخيرات ديالها ومن الارباح اللي كنجيبوا اللي كنربحوا من هذه التنميه الاقتصاديه اللي تعرفها البلاد. وكنظن انا ما يمكنش تكون تنميه اقتصاديه بدون ما تكون تنميه شامله فيها كل هالجوانب، كتراعي كل هالجوانب. وحنا متفائلين مادام ان المغرب كان عنده نوايا دابا حسنه، وكاين التوجيهات ديال سيدنا هي توجيهات مبتكره وكتعطينا واحد الاطمئنان على المستقبل ديال البلاد ديالنا. ونتمنوا هاد الطموحات اللي كيطمحها الشعب ديالنا تبقى دائما، ما يوقع لهاش شي مشكل تبقى دائما مستمره وتمشي في الاتجاه اللي هو كيبغيو المواطنين كلهم. وحنا متفائلين بالنسبه للمستقبل ديال المغرب. بالنسبه للماراثون الدولي ديال مدينه مراكش، يمكن يعتبر اكبر تظاهره رياضيه كتعرفها مدينه مراكش، يمكن نقولوا كاع كيعرفها المغرب. والرياضه في المغرب بصفه عامه كنظن عندها كتطور بواحد الشكل جيد. وكتعرفوا بانه الماراثون ديال مدينه مراكش لما رجع عاودنا رجعناه في 2003 اصبح دابا عطى واحد دفعه كبيره بالنسبه للماراثونات والسباقات على الطريق في المغرب، بحيث دابا كل هالمدن عندها سباق اما 10 كيلومتر 20 كيلومتر نصف ماراثون او ماراثون، وهذا كيرجع الفضل فيه لهذا الماراثون ديال مدينة مراكش. وكيف قلت أن الرياضة دابا بصفة عامة انتم شفتوا من ناحية ديال التجهيزات ومن ناحية ديال البنايات، هذا المركب اللي تشنو صاحب الدلالة هذه في هذا الشهر السابق، يعني كان عنده واحد يعني واحد الموقع جميل جدا متخصص لا سيما في كرة القدم، ولكن فيه كذلك ملاعب رياضية متنوعة، وهذا كيبين الاهتمام ديال الدولة المغربية بالرياضة، وكيبين بأنه الرياضة في المغرب غادية بواحد الشكل جيد. ما كنهضرش على الكوكب لأنه ما غاديش في نفس الاتجاه، ولكن بالنسبة للرياضة بصفة عامة في المغرب راه كاين واحد التطور اللي هو كنعرفوه وكنحسوا به. كنتمناو هذا التطور يبقى غادي بواحد الشكل جيد، كنتمناو الكرة القدم اللي هي دابا غادية مزيان في المغرب، فريق ديالنا الوطني لا المحلي ولا الوطني اللي هو الفريق الأول غاديين بواحد الشكل جيد. وهما كذلك هما كصورة
الرياضه في المغرب بصفه عامه. كتعرفوا كتشوفوا كذلك ان الباسكت تطور بواحد الشكل كبير، الهاندبال حنا وصلنا النهايه ديال نهايه مهمه، اذا يعني في تظاهره مهمه. فاذا كنظن بان الرياضه كان واحد المستقبل، كنتمناو ان المسؤولين على هذا الميدان هذا يدفعوا، يبقاو كيدفعوا بهاد جميع الاتجاهات، جميع الاتجاهات ديال التقدم، ويكون واحد الدعم مادي وتنظيمي وكذلك تحفيزي بالنسبه للرياضه، باش يمكن المغرب دائما كيحتل الصداره على الصعيد الافريقي.